عشان انتوا حبايبي حبيت اعمل معاكم احلى صينية سمك انا بحبها، صينية السمك البلطي اللي معمولة بزيت وليمون فلفل جزر، حاجة كده بسيطة وسهلة ويعني في الطعم ولا اروع. وكمان هنعمل معاها رز حلو قوي، رز ابيض بالشبت وبالليمون، طعمه هيعجبكم جدا. تعالوا معايا نشوف الوصفة. ولعت على حلتنا وهعمل الرز بتاعنا النهاردة بالسمنة البلدي، بس لازم هحط معايا حبة زيت عشان يلمعوه، يعني تقريبا معلقة. أنا عاملة من كوبايتين لكوبايتين ونص رز، يعني هياخدوا بتاع معلقتين أو ثلاث معالق سمنة. هنزل بالرز بتاعنا وهنبدأ نشوحه على النار. الرز بتاعنا خلاص كده هوت لونه ابيض وطلع ريحة التحمير في السمنة. الرز ده بيحب سمنته تكون زيادة سنة. عندي بصلاية نية، يعني مش بشراها مقطعاها، هحطها وعلى طول هحط فوقها الملح والفلفل. مش هقلبها لما احط الملح والفلفل. كوبايتين الرز بياخدوا معلقتين ممسوحين من الملح، ادي معلقة وادي معلقة. هنحط فلفل بقى زي ما نحب، انا هحط نص معلقة. هعمل ايه؟ قبل ما اقلب البصلة مع الرز هقلبها هي والملح والفلفل مع بعض، وبعد كده هاخدها تقليبة مع الرز. هنلاقي ريحة حلوة قوي فاحت، مش هنحمرها خلاص، هي ثانية واحدة بنقلبها. ده عود طويل من الكرفس قطعته رفيع وهنزل بيه، وعندي نص كوباية من الشبت هحط نصها دلوقتي والنص التاني هحطه قبل ما اطفي، وهاخدهم تقليبة والريحة طلعت تحفة. هنحط بقى لكل كوباية رز كوباية مية. الرز المصري بياخد من كوباية لكوباية وربع على حسب نوع الرز. في الأول بنحط كوباية، وفي نص التسوية لو حسيناه محتاج بنحط تاني. هنحط معلقة كبيرة من عصير الليمون، يعني تقريبا ليمونة كبيرة، وهنقلب وهغطي، وأول ما يغلي ههدي على النار. الصينية دي على قد بساطتها بس هي طعمة جدا. أول حاجة هنعملها إن إحنا هنحط ليمون، يعني على قد ما تقدروا بقى حطوا ليمون. أنا بعصر عليها مش أقل من 5 ليمونات، اللي عاوز بقى يكتر أو يقلل براحتكم. وهنحط فلفل أحمر مفروم، اللي ما بيحبش الفلفل الحامي يحط رومي أو يخلط، بس هو بيحل جدا. تقريبا معلقتين. هنحط كام فص من الثوم، أنا ما بحطش ثوم كتير، بس اللي يحب يكتر ثوم يكتر. أول حاجة في توابلنا الملح، هحط معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، كمون كله معلقة صغيرة، كزبرة ناشفة، بابريكا. في حاجة بقى بحب أضيفها لصينية السمك وبتحليها جدا، رشة من الحبهان. هحط كام عود كرفس جوه الخلطة هيدوها ريحة حلوة. سمكنا ما شاء الله، شايفين بصوا بنضغط عليه من أي حتة ما بيدخلش لجوه، سمك طازة وجميل، العين لونها منور، المنطقة بتاعت الخياشيم حتى بعد ما الخياشيم اتشالت لونها وردي وفاتحة وجميلة، يعني حمرها حلو. نضفناه وخليناه زي الفل، واهم حاجه السمك يكون ناشف. شايفين السمك بتاعنا جميل ازاي؟ السمكيه بندوس عليها في اي حته ما بتهبطش، معنى كده ان السمكيه دي طازه. العينين شايفين منوره ازاي؟ المنطقه بتاعت الخياشيم بالرغم ان احنا شلنا الخياشيم منها، بس لونها وردي فاتحه كده اهوت، ولونها جميل، مش غامقه، مش دبلانه، مش مزرقه. لازم واحنا بنشتري السمك حتى شايفين الديل بتاعه شكله حلو ازاي. السمكيه الطازه بتبقى كل حاجه فيها حلوه. بعد ما نضفناه كويس وسبناه في مصفى ينشف، ولو لازم ان احنا ننشفه بمناديل ورق ممكن عشان ما يبقاش فيه اي ميه. هجيب الخلطه الحلوه بتاعتي دي وهحط في قلب السمكه وهحشي كده بايديا وهدخل في المنطقه بتاعت الخياشيم. هعمل شقوق في السمكه بسيطه مش غائره، بس عشان التتبيل يدخلها. 3 شقات كده، السمكيه اللي بالحجم ده تعمل لها حوالي 3 شقات. هنزل برضو بالتتبيله، اي قطع كرفس تقابلني اخدها احطها جوه السمكه.
هناخد بقى بقية الخلطة دي وهنحط فيها طرنشات البصل، وهنسيب كام طرنشة اللي هي الأجزاء الكبيرة دي عشان نزين بيه السمك من فوق، والفلفل. أما الطماطم هنحط جزء منها وجزء على وش السمك. بس كده خلصت صينية السمك. قبل ما نتشغل في السمك تعالوا نشوف الرز. الرز خلاص بيتشرب، يبقى احنا كده هنحط الشبت الني على الوش ومش هنقلبه، هنقلبه ساعة الغرف. وبرده بشر الليمونه، وهنرفعه من على النار ونسيبه متغطي وما نغرفوش قبل ما يعدي 5 أو 10 دقايق. بصوا انا في خطوه بتبعها لما باجي اعمل صينيه سمك، السمك بارد والخضار بارد، لو حطينا الاثنين باردين بينزل كل الصوص بتاعه بقى وتقعد صينيه السمك في الفرن. هي المفروض ما تقعدش اكتر من 25 دقيقه للسمكيه اللي بالحجم ده. طب هنعمل ايه؟ انا بسخن الصينيه على البوتاجاز ماشي، في الفرن ماشي، المهم ان احنا هنسخنها ونحط الخضار فيها وندخلها الفرن 3 أو 4 دقايق، الخضار يجمد من صهد الفرن فما ينزلش الحرارة بتاعته. بعدها بقى نروح مطلعينه وحاطين السمك. في الوقت ده هنضمن ان لا السمك هينزل ميته ولا الخضار هينزل ميته، وكله هيستوي بسرعة في خلال 25 دقيقة وناكل أحلى سمك. صينية سمك يعني كمية من الزيت، احنا مستخدمين في الصينية بتاعتنا دي نص كوباية، ربع هنحطه هنا والربع التاني فوق السمك. شايفين؟ أنا محتاجة أسمع الطشة دي. لو حد حابب يحشي السمك بالخضار يحشيه، بس أنا كنت الأول بحشي السمكة بس لقيت إن الخضار اللي تحتها بيكون طعمه أحلى، فبقيت أحط كل الخضار من تحت. بص هو على طول أول لما نزل درجة الحرارة عالية وعمل صوت وكده مش هينزل ميه، هدخله الفرن لمده 3 أو 4 دقايق، الفرن سخن جدا على اعلى درجه حراره. هحط بس بعض من عيدان الكرفس مش مقطعاه قوي عشان ما ينزلش طعم جامد، وهرصص السمكات بتوعنا. ما ينفعش السمك الحلو ده يدخل الفرن من غير ما يتزين. هنحط شرايح كده من البصل عليه، طماطم. انا بسيب الفلفل تحت لان الفلفل فوق بيتحروق وطعمه ما بيبقاش احلى حاجه. هحط الليمون واحاول بقى ايه يعني بنكتر من الليمون، الليمون دوت روح السمك. هنحط بقيه الليمون ده كده في الصينيه لان زيوت القشره بتدي طعم حلو جدا. عندي بقى فلفل من الاحمر الصغير ده، على فكره مش حامي، يعني انا مجرباه وعارفه انه مش حامي عشان كده هحطه. حتى الخلطه الحمراء اللي انا حطاها من جوه ما هياش فلفل حامي. هحط دولت زي ما هما مش هفتحهم، عشان اللي عاوز حامي يفتحهم في وقتها هيحس بالحميان في كل حاجه. شايفين منظر الصينيه حلو ازاي؟ خلوا بالكم اللي بيحب فلفل حامي يحط، اللي بيحب فلفل مش حامي يحط. كل الفلفل الاحمر الصغير ده فلفل بارد. هنحط بقى الزيت فوق السمك علشان لما يدخل الفرن يتحمر. عايزه اقول لكم على حاجه، المفروض ان انتوا تشتغلوا بسرعه، بعد ما دخلنا الخضار الفرن وخرجناه والصينيه لسه سخنه جدا بنرصص بسرعه. انا رصصت بالراحه علشان قدامكم، لكن كل ما تعملوا بسرعه كل ما هتديكم نتيجه احلى في التسويه. الفرن درجة حرارته أعلى حاجة، هحطها على سقط الفرن من تحت، هنزل الشبكة تحت خالص فوق سقط الفرن واروح مدخلة الصينية. شايفين صينية السمك الحلوة بتاعتنا؟ بصوا أنا قلتلكوا هتستوي وهي شكل الخضار عليها زي ما هو، الخضار اللي من تحت استوى كويس جدا وما نزلش المية بتاعته ومتحمر كده في الزيت وفي الليمون والخلطة الحلوة. أما بصوا من فوق الخضار باين عليه إن هو مستوي، يعني بحط إيدي عليه البصل مستوي والطماطم مستوية، كل حاجة مستوية، وحتى الفلفل طري بس محتفظ بشكله. ليه؟ لأن احنا مسويينها من تحت، النار كانت سخنة جدا، ما حطيناش السمك والخضار مع بعض لأن الاتنين باردين وكانوا هيبردوا الدنيا ويفضلوا ينزلوا في مية. سخنا الصينية بتاعتنا سواء على النار أو في الفرن ودخلناها، وبعد كده نحط السمك وندخلها تاني. صدقوني أحلى صينية سمك بولتي هتاكلوها، من خلطة لتتبيلة لتسوية، وهتقولوا ما انا قالت. الرز اللي بالشبت طعمه حلو جدا جدا، طبعا معاهم سلطه طحينه مع شفشق ميه، في ليمون ونعناع وتلج،
يا رب الوصفة بتاعتي الحلوة دي تكون عجبتكم زي ما أنا بحبها وقريبة لقلبي. لو عجبتكم استنوني في وصفات تانية كتير. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.